تأتي الرياح بما لا تشتهي عدن وسط تحذيرات من حدوث منخفض جوي في عموم المحافظات الجنوبية. عاصفة رملية ماطرة هي الأولى من نوعها باغتت العاصمة المؤقتة عدن. غطت هذه العواصف التي استمرت لمدة ساعتين سماء المدينة وأجزاء من محافظة لحج وأبين، متسببة بتدني مستوى الرؤية، مما اضطر أهل المدينة للبقاء في منازلهم. صاحبت العاصفة الرملية أمطار ورياح شديدة تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء واقتلاع بعض الأشجار وإسقاط اللافتات الإعلانية في بعض شوارع المدينة. هيئة الأرصاد الجوية بعدن قالت إن حركة الرياح الشديدة توضح أن حركة السحب التي تدفع به الرياح القادمة من بحر العرب على طول الساحل الممتد ما بين عدن والمهرة قد تتسبب في حدوث منخفض جوي خلال الأيام القادمة. ودعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين على طول هذه السواحل إلى توخي الحذر عند ممارسة السباحة، موضحة أن سرعة الرياح ستتسبب بحركة غير اعتيادية لأمواج البحر، وهو ما يجعل السباحة أمر بالغ الخطورة.